أهلا بكم معنا في هذه الحلقة من برنامجكم صحتكم أمانة. من أكثر المشاكل الصحية انتشاراً في العصر الحديث هي المشاكل المتعلقة بالكوليسترول في جسم الإنسان، والعلم يقول أن الكوليسترول مش مرض ولكن مادة مهمة يتم صنعها داخل جسم الإنسان بنسبة معينة وتكون مفيدة للصحة بشكل عام، لكن هذه النسبة ممكن تزيد من خلال بعض العادات الغذائية السيئة وبالتالي تسبب مشاكل صحية كثيرة وخاصة في القلب والأوعية الدموية. واليوم بنعرف شو هي مادة الكوليسترول وشو هي نسبتها ومتى تكون خطيرة على صحة القلب. ونرحب بضيفنا العزيز الدكتور مصطفى شعراوي، استشاري أمراض القلب. نرحب فيك دكتور. يا أهلا دكتور. دكتور، نحن نسمع عن الكوليسترول والكثير مثلا يقول أنا نسبة الكوليسترول عندي نسبة عالية، وحد يقول لك الكوليسترول الحميد، حد يقول لك الكوليسترول الخبيث. طبعا الكلمة هذه شائعة بين الناس، لكن إذا جيت وسألتك شو نعني بالكوليسترول؟ الكوليسترول زي ما تفضلت في الأول هو مادة عضوية طبيعية مفروض موجودة في الجسم، والكبد قادر على أنه يصنع الكوليسترول اللي الجسم محتاجه بصورة كاملة بدون الاحتياج لأي مصدر خارجي غذائي. الكوليسترول موجود في كل الخلايا الحيوانية، بيشكل جزء أساسي في الخلية اللي هو جدران الخلايا، بيشكل هو اللي بيتصنع منه الهرمونات بالجسم، هو اللي بيتصنع منه فيتامين د. يعني وظيفة الكوليسترول تصنيع الأشياء الثانية أو مساعدة تصنيع الأشياء الثانية؟ لا، يعني هو بيدخل أساسي. نعم. هو بالنسبة للخلية هو اللي بيديها، هو اللي بيدي الصلادة لجدران الخلية، وبالتالي هو مركب أساسي في تركيب جدران الخلايا كلها في الجسم. حتى في النبات الكوليسترول اللي بيبقى موجود بس موجود بنسبة قليلة جدا، يعني حوالي 5 في 1000 من وزن النبات بيكون كوليسترول. والكوليسترول النباتي اللي بيتصنع منه جدران الخلايا هو كوليسترول محور، مش الكوليسترول نفسه الحيواني، وبيكون امتصاصه صعب. زي أنا خلنا ندخل في الموضوع مباشرة، ليش الخوف من الكوليسترول؟ يعني لما تشوف الواحد مثلا يقول شو نسبة الكوليسترول عندك، في نوع من الهلع والخوف عند الناس من الكلمة هذه، فليش الهلع موجود والخوف هذا موجود من كلمة الكوليسترول؟ طبيعي أن الكوليسترول هو أكبر عامل من عوامل المخاطرة لحدوث أمراض القلب والأوعية الدموية وانسداد الأوردة الطرفية، وهو لما بيزيد عن نسبته في الدورة الدموية بيبتدي يدخل داخل جدران الخلايا واللي هي للأوعية الدموية، وبيكون حاجات زي فومز كده، وتبتدي الفومز دي تجيب أشياء أخرى من الدم وتعمل كفر عليها، ويبتدي يضيق الشريان ويبتدي يحصل أعراض. زين، خلنا نحن نقول أن الجسم مثل ما تفضلت في البداية أن هو يصنع المادة هذه موجودة، وكذلك ممكن نحن نحصل على المادة نفسها من الخارج. متى النسبة؟ طبعا تكلمنا عن النسبة، ولكن شو الطبيعي وشو المش طبيعي؟ يعني مثلا حاليا أنا كإنسان متى أعتبر الأمر طبيعي وحياتي تكون طبيعية والمعدل يكون طبيعي، ومتى لازم أنتبه؟ شوف، هناخد الشخص الهيلسي اللي عنده حدود 40 سنة وما عندوش أي أمراض خالص، هناخد very simple standards ان اجمالي الكوليسترول 200، الكوليسترول الجيد يكون فوق 40، والكوليسترول ال دي ال او كوليسترول السيء اللي هو زين. قبل ما تدخل تكمل على اساس نوضح شو هو الزين شو هو اللي مو بزين، ليش تسميه زين ومو بزين؟ الكوليسترول عموما لما بيمتص الاكل او الدهون تروح للكبد وتتحمل على بروتين. الكوليسترول طبيعي مادة دهنية ما بتدوبش في المية، ما بتمشيش في المية في الدم إلا لما بتحمل على بروتين عشان تقدر تمشي وتخش تأدي وظيفها في الجسم. فالكوليسترول السيء اللي هو الكوليسترول الخفيف، الكوليسترول الجيد اللي هو الكوليسترول الثقيل، وفي كوليسترول الخفيف جدا ده بيحمل الدهون الثلاثية اللي هي العنصر الثالث في مكونات الدهون في الدم. الكوليسترول السيء له هو ده، رغم ان هو اللي بيعمل المشاكل بس هو ده الكوليسترول اللي بيدخل الخلايا وهو اللي بيؤدي الدور الوظيفي في الجسم، ولذلك تواجده اساسي ومهم. المشكله لما بيزيد بيبتدي يقدر يدخل، بيحصل له تاكسد ويقدر يدخل تحت جدران الخلايا ويجمع ويعمل انسدادات. دور الكوليسترول الجيد ان هو المكنسه اللي بترجع زوائد الكوليسترول السيء من الدم ترجعه للكبد، على أساس الكبد يعيد التصنيع أو يتخلص من الكوليسترول الزائد على شكل عصارة
صفراوية. ولذلك تواجد الكوليسترول في الدم بيعتمد على ثلاث حاجات: على التصنيع، على التخلص، على الأكل. الكبد بيصنع قد إيه، والجسم بيتخلص قد إيه من خلال العصارة الصفراوية، والأكل أنا باكل قد إيه. هذا دخلنا على المثال اللي أنت قلت لي إياه، يعني أنت قلت مثال واحد عمره 40 سنة ونسبة الكوليسترول عنده 200، وبغيت تكمل أنا وقفتك عند موضوع الفرق بين الحميد والخبيث، فبغيت تكمل دكتور. الكوليسترول السيء مفروض أنه هو أو الـ LDL أو الخفيف لا يزيد عن 100. الكوليسترول ده فيري سيمبل، بدون ما بندخل في أشياء تانية هأذكرها بسرعة. الكوليسترول الجيد مفروض يزيد عن 40، الدهون الثلاثية لا تزيد عن 150. هنا في فاريشنز كتير او اختلافات كتيرة بين ان انا اقول طبيعي او مش طبيعي. يعني الشخص اللي هو عنده دايما مشكلة الكوليسترول ان احنا بنقيسه مع ريسك فاكتور، يعني بنقول عامل مخاطرة لامراض القلب، ده الاساسي. فبشوف ايه العوامل اللي معاه. عوامل المخاطرة عموما لامراض القلب الرعاية الدموية تراكمية، يعني 1+1 بيساويش 2، 1+1 يساوي 5 في عوامل المخاطرة. فلو واحد عنده ضغط او عنده سكر وعنده كوليسترول، هنقول ان عامل المخاطره عنده مثلا بيصل الى 40%. يعني ايه؟ يعني فرصه حدوث 40%، عنده فرصه حدوث السداد خلال فتره معينه للشرايين بنسبه تزيد عن الطبيعي بنسبه 40%. فبالتالي احنا دلوقتي لما نسبه الكوليسترول كمان ما نقدرش نقول ان رقم الكوليسترول الاجمالي ذو دلالة. يعني مثلا في بعض الناس عندها كوليسترول الإجمالي مثلا 300، ولكن عندها الكوليسترول الجيد 100، والكوليسترول السيء 110، والكوليسترول والدهون الثلاثية 150. فهذه الحالة هذا الشخص ما يعتبرش عنده مشكلة أو عامل مخاطرة. نفس الشخص لو عنده 300 بس عنده الكوليسترول السيء 200 والكوليسترول الجيد 30 والدهون الثلاثية نفسها، في هذه الحالة الشخص ده يعتبر في عنده 10 أضعاف الريسك بتاع يعني هي في النهاية التاني. معادلة لازم نحن نحسبها. طبعا ارتفاع نسبة الكوليسترول مثل ما تفضل الدكتور في الدم يسبب ترسبات لهذه المادة على جدران الشرايين، ثم انسداد للأوعية الدموية، بالتالي يؤدي إلى أزمات قلبية تهدد حياة المريض. ولكن إذا تم اكتشاف هذه المشكلة في وقت مبكر ممكن نتجنب حدوث مشاكل في القلب. وفي العرض التالي طبعا بنوضح لكم مجموعة من الأعراض اللي تعتبر دليل على ارتفاع الكوليسترول بالدم. تابعوا معنا. دكتور الحين نحن طبعا تكلمنا عن وضحت لنا المعادلات اللي لازم نحن نعتمد عليها والحسبة اللي نعتمد عليها أساس أن نحن نحدد أن الرقم هذا اللي خذناه يعني يؤثر نعتبره طبيعي بالنسبة للإنسان أو لا. حاليا نحن بندخل في موضوع الوراثة، شو يعني علاقة الكوليسترول بالوراثة؟ من المتعارف وبنسمعها كتير في العيادات وبالأطباء أنه الكوليسترول في وراثة، في فعلا نسبة وراثة لارتفاع أنواع مختلفة من الدهون في الدم. في أنواع وراثية بتكون معنية بارتفاع نسبة الدهون السيئة، في أمراض وراثية بارتفاع الدهون الثلاثية، وفي أنواع بتكون مشتركة بين الاثنين. الوراثة لازم تكون عشان تكون حالة يعني خطيرة جدا لازم يكون الشخص عوارث الجين
جين من الناحيتين. نعم. اذا وارث جين من ناحيتين ده بيتعرف في سن صغير جدا، والاسره دي بيكون فيها حالات ظهور لامراض قلب مبكره جدا، والشخص ده احيانا بيعوز يتعالج مش فقط بان هو تنزل الكوليسترول، احيانا بيعملوا له زراعه كبد. الوراثه المنتشره ان هو الشخص بيكون حامل الجين من طرف واحد. نعم. ففي هذه الحاله بيكون ارتفاع نسبه اللي هي الاهم واحده فيهم، اللي هي ارتفاع نسبه الدهون السيئه بكم بحدود الضعف الى ضعفين. الشخص ده برضو بيكتشف فيه ان بنلاقي قصه مرضيه ان الاسره فيها حالات من امراض القلب، فيها حالات من ارتفاع الضغط، وبيعمل الفحص الكوليسترول بيطلع زي ما قلت حضرتك من ضعف الى ضعفين، فبيبتدي يستعمل العلاج. قد يستعمل انواع نوع او نوعين من العلاج وبيقدر السيطره عليه. مثلا في دلالات طبعا بالنسبه لحد عنده ارتفاع في نسبه الكوليسترول في الدم، في بعض الدلالات اللي ممكن تظهر على الانسان في بعض الأواعش الخارجية، ما فيش غير الزوائد الجلدية اللي بتحصل في تحت العين. أيوة. نعم. اللي هي بتحصل دي زيادة الدهون الثلاثية. نعم. أو الإبيضات حوالين نني العين، بس دي مش بناخدها كدلالة وحيدة، لكن هو طبعا الشخص بيكون عندهم في الأسرة، يعني أي شخص عنده في الأسرة حالات قلب وفيات في سن مبكر، يعني اللي هي في بالنسبة للرجال فوق 65 أو الستات أيوة في سن أكبر بخمس سنوات، ده لما بيحصل الوفاة المبكرة أو بيكون عندهم أمراض ضغط أو أمراض أوعية دموية، الشخص لازم يفحص على أساس صايم طبعا، لأنه فحص الكوليسترول اللي هو لازم يكون الشخص صايم، وإلا ما بيطلعش فحص الـ LDL مظبوط. زين، تكلمنا عن العوامل دكتور، يعني شو العوامل المؤثرة في بنسبة يعني أو اللي تأثر على ارتفاع نسبة الكوليسترول غير موضوع اللي تكلمنا الوراثة؟ طبعا أساسي هو الأكل. الأكل الدهون المشبعة، الأكل طبعا في لستة من المأكولات معروفة للجميع إن هي بترفع الدهون، مثل اللي هو البيض، اللحم، السمين، الدهون المشبعة، الدهون المتحولة خطيرة جدا اللي هي مهدرجة بالهيدروجين، الكشريات من الأسماك، حتى الزيت النباتي اللي هو الكوكونات، كل دي حاجات من المأكولات اللي هي غنية بالكوليسترول. نرجع لتاني المرضى السكر. مرضى السكر بيبقى عندهم كمان نوع من الكوليسترول أخطر من النوع العادي، يعني حتى مريض السكر إذا الكوليسترول عنده في معدل على مش مرتفع كتير بيبقى عنده نوع الـ LDL أو الكوليسترول السيء صغير. نعم. أيوة، فده بيسمح بدخول الشرايين، جدران الشرايين، وبيسبب تصلب. كمان تدخين، كمان كحول، كمان بعض الأمراض زي هبوط نشاط الغدة الدرقية، كمان حبوب منع الحمل للسيدات، بعض أمراض الكلى، دي كلها أشياء سنوية بترفع الكوليسترول. لابد طبعا من حتى إذا حاولنا ننزل الكوليسترول فلابد من علاجها، مع طبعا السمنة وعدم الحركة ده سبب رئيسي، فلابد من اتباع لايف ستايل وتنزيل الوزن عشان تحسين صورة الكوليسترول في الدم. طبعا كثير من الناس يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار بالدم، ولذلك بنقدم لكم بعض النصائح الغذائية اللي بتساعدكم في خفض نسبة الكوليسترول الضار وحماية القلب من الأمراض. تابعوا ويانا العرض.
أولية يعني شخص ما عندوش أي أمراض قلب أو أوعية دموية، وده لازم يتبع لايف ستايل، رياضة 150 دقيقة في الأسبوع، أكل خالي من القليل الكوليسترول، أكل فيه ألياف. أما الوقاية السنوية اللي بتحصل للناس اللي عندهم أمراض قلب أو أوعية دموية، ده لابد ياخد علاج للكوليسترول سواء دوائي، بجانب أنه هو لازم يتبع الرياضة، ولكن الرياضة هنا بتكون زي ما قلنا الرياضة اللي هي الحركية وليس الرياضة اللي هي التنفسية أو الرياضات زي الستاتيك اللي هي بترفع أثقال أو الكلام ده. لازم يتبع ينزل الوزن، لازم زي ما اتفقنا ياخد دواء للكوليسترول بأي نوع كان، في أدوية بتشتغل على تنقيص الكوليسترول عن طريق الكبد، في أدوية بتشتغل على ان هي توقف او تزود افراز الكوليسترول في مع الصفرة وتخلص من كميات اكبر، وفي ادويه بتمنع امتصاص الكوليسترول. طبعا بجانب الاكل الصحي اللي هو مكون من اكل نباتي في الياف دائبه، على اساس دي بيساعد على انها تاخد الكوليسترول وينزل مع الفضلات. والاكل الصحي بتاع البحر المتوسط، لانه مش فقط بينزل الكوليسترول، ده بيحسن العوامل الالتهابية اللي هي بتشترك مع الكوليسترول في حدوث الانسدادات، وبتحسن الوزن. فبرضو الأكل الصحي والرياضة، توقيف الكحول أو توقيف التدخين، لأن دي برضو من العوامل اللي بترفع الكوليسترول. زين، نصيحتك الأخيرة دكتور، آخر نصيحة في جملة. الكوليسترول هو شيء طبيعي وما يخوفش، ولكن لابد من التحكم فيه بنمط حياتي صحي وبأكل صحي. شكرا جزيلا دكتور مصطفى شعراوي. طبعا نحن في برنامج صحتكم أمانة أعطيناكم المعلومات الكاملة، ولكن كل إنسان يختلف عن الآخر، وعسب كذا كل إنسان إذا حس بشيء أو عنده شك يذهب إلى الطبيب، وهو اللي بيشرح له كل شيء وبيحط له البرنامج العلاجي. طبعا من صحتكم أمانة نتمنى لكم التوفيق والصحة والعافية، وتابعونا في الحلقات القادمة، وشكراً.